مرحبا بكم أحبائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم نرى نورا. أصلي من كل القلب أن نور المسيح يغطينا كلنا ونتمتع بحلقة جميلة، ولا سيما الموضوع هل تجدد ذهنك. أصلي أن الرب دايما دايما يجدد أذهاننا. سعيد جدا في هذه الحلقة يكون عندي ضيف غالي جدا على قلبي وعلى قلب المشاهدين، أخويا الخادم الشاب عوض عصام. اهلا بك يا عوض. اهلا بيك يا دكتور. ابو دانيال مبروك. الله يبارك فيك. سعيد جدا بانك معانا في الحلقه دي. وانا كمان سعيد يا دكتور، ربنا يباركك. احبائي المشاهدين، عنوان حلقتنا النهارده هل تجدد ذهنك؟ اسمحوا لي نقرا بعض الايات من كلمه الله. نقرا من رساله بولس الرسول الى المؤمنين في روميا اصحاح 12 ايتين: بسم الاب والابن والروح القدس الاله الواحد امين. روميا 12 من عدد 1: فأطلب إليكم أيها الإخوة برأفة الله أن تقدموا أجسادكم ذبيحة حية مقدسة مرضية عند الله عبادتكم العقلية، ولا تشاكلوا هذا الدهر، بل تغيروا عن شكلكم بتجديد أذهانكم لتختبروا ما هي إرادة الله الصالحة الكاملة المرضية. ثم من رسالة بولس الرسول إلى المؤمنين في أفسس وصح 4 من عدد 17: فأقول هذا وأشهد في الرب أن لا تسلكوا فيما بعد كما يسلك سائر الأمم أيضا ببطل ذهنهم، إذ هم مظلموا الفكر ومتجنبون عن حياة الله لسبب الجهل الذي فيهم بسبب غلاظة قلوبهم، الذين إذ هم قد فقدوا الحس أسلموا نفوسهم للدعارة ليعملوا كل نجاسة في الطمع. وأما أنتم فلم تتعلموا المسيح هكذا، إن كنتم قد سمعتموه وعلمتم فيه كما هو حق في يسوع أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد بحسب شهوات الغرور، وتتجددوا بروح ذهنكم آمين. خلونا مرة تاني أرحب بضيفي الخادم الشاب الجميل عوض عصام. أهلا بك يا عوض. أهلا بك يا دكتور. هل تجدد ذهنك؟ ده عنواننا النهاردة. تقصد إيه؟ أقصد أنه هل ذهننا كمؤمنين باستمرار بيكون متجدد، ولا احنا حتى بعد الايمان احنا زي ما احنا يعني. يعني طب توضح لنا يعني ايه الذهن. الذهن هو الجزء الموجود في الانسان المسؤول عن التفكير، عن التخيل، عن ودي الحاجة اللي ميز بيها الله الانسان عن الحيوان. يعني الانسان عنده معرفة، الكتاب يقول انه الحمار يعرف الثور. تقصد الحيوان كمان. الحيوان عن الانسان، فده اللي ميز بيه الله الإنسان عن الحيوان. تمام. فده دي حاجة ميز بيها الله الإنسان يعني. حضرتك كنت بتقول ايه؟ انا قطعتك. الثور يعرف. موجودة في إشعياء 1:3: الثور يعرف كنيه والحمار يعرف معلفه او معلف صاحبه. فهم الحيوانات عندها معرفة لكن هي ما عندهاش ذهن تفكر بيه. طب يعني ايه برضو ذهن؟ الذهن هو زي ما قلت لحضرتك الجزء المسؤول عن التفكير وعن الفهم والإدراك والتذكر. تمام. والخيال في الإنسان. إنه ذكر كثيرا كلمة ذهن حتى في الكتاب بالترجمة اللي معانا فان دايك. ذكر هذا التعبير كثيرا، وأشكر الله إن حضرتك بتنور على المشاهدين. فعايزين بس في البداية نوضح كلمة ذهن. فقلت الجزء اللي في الإنسان مسؤول عن الفكر. مسؤول عن التفكير والفهم والإدراك والتذكر. تمام. طيب ايه أهمية الذهن في الكتاب، وبالتالي أهميته في حياتنا؟ علشان النهارده هنتكلم عن موضوع اسمه تجديد الذهن، وانا احنا بنسأل المشاهد وبنسأل نفسينا هل تجدد ذهنك؟ هو الذهن ليه معنيين. المعنى الأول هي الأفكار اللي موجودة عند الإنسان. تمام. المعنى الثاني نمط التفكير، طريقة الإنسان في التفكير، طريقة تفكيره في الحياة عموما، نمط حياته ازاي. وفي الحقيقه الاثنين مهمين، عشان كده بنسمع كلمه بارادايم شيفت، تغيير نمط التفكير. فالاثنين مهمين، سواء الافكار اللي موجوده عنده او نمط التفكير بتاعه، لانه الانسان هو نتاج افكاره.
نمط يعني اسلوب برضه عشان نساعد على الناس. اسلوب الاسلوب يعني بيفكر بطريقه بيحسبها للي جاي. طريقه تفكيره في الحياه دي تعتبر اللي هي النمط بتاعه. تمام. ده دول المعنيين والاثنين مهمين، سواء الافكار اللي موجوده في ذهن الانسان او الطريقه اللي هو بيفكر بيها، الاثنين مهمين. طيب تحب تشير الى الجزئين اللي قريناهم في روميا وفي في الجزئين اللي احنا قريناهم، سواء روميا 12 عدد 1 و2 او افسس 4، موجودين يعني زي بول الرسول بولس كعادته في الرسائل بتاعته بيقدم في الاول الجزء التعليمي. تمام. بعد كده بيتكلم على الجانب العملي الخاص بالسلوك. فبعد ما اتكلم على امور عظيمه جدا في رساله روميا من اصحاح 1 لغايه اصحاح 11، تمام، يعني مش وقته ان احنا نتكلم فيها كلها، ابتدى يتكلم عن هو بيطالب المؤمنين بايه. فاول حاجه بيقول لهم فاطلب اليكم ايها الاخوه برأفة الله. تمام. انه تقدموا ابتدى يتكلم على الجانب العملي، وابتدى يطلب منهم حاجه مهمه، لا تشكلوا هذا الدهر بل تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. بيطلب منهم ان هم ما يعملوش زي اهل العالم، لكن يتغيروا عن شكلهم بتجديد اذهانكم. وهنا بيقول ان التغيير بيبدا من جوه، من جوه لبره، مش من بره لجوه. فاذا اتغير اللي جوه، اذا اتغير الذهن، اذا اتغير التفكير، هيتغير الشكل الخارجي. تمام. فالتغيير بيبدا من جوه لبره، ده اللي بيتكلم. اول حاجه بيقولها عن التطبيق العملي. بعد رساله عظيمه، رساله الاساس المسيحي والتبرير وبر الله، بيقول لهم انه لما يتغير ذهنكم هيتغير الشكل اللي بره. يعني كاني كلمه الذهن هي المفتاح، كلمه مفتاحيه في الحياه العمليه. بالظبط كده. نفس الوضع في افسس، بيتكلم معاهم انه ما تسلكوش الاول. يعني قدم الجزء التعليمي برضه، قدم الجزء التعليمي في اصحاح من اصحاحات 1 لغايه 3، وابتدى بقى من 4 ل 6 يتكلم في الجانب السلوكي، الجانب العملي. نعم. فبرضه في افسس نفس الوضع. نفس الوضع. هو اذا تغير الفكر يا اخي زكريا، اذا تغير فكر الانسان هتتغير حياته. يعني لو انت عايز تغير حياه حد، انت كارز وانت بتكرز، انت بتخاطب اذهان الناس، بتخاطبهم ان هم حلوه قوي دي. يعني عايز تقول فرق كبير بين الكارز، اصل انت جيت في حته الكارز اللي بيشتغل فقط على عواطف الناس، مش هينفع. من فضلك توب يا ربنا كده، بيشتغل على العواطف فهيبقى التأثير عاطفي. لكن لو كلمة الله بتخترق الذهن هيبقى الأمر. أنا محتاج أوضح له. حضرتك وضح لنا دلوقتي، وضح للمشاهدين إيه الفكرة. الفكرة وأنا بتكلم مع حد، يعني زي ما أنت، لو أنا كارز يعني مش هتكلم بس على المشاعر وفي نار، لأ، أنا هقول له إن الله بيحبك، أقول له إن الله مات على الصليب علشانك، أقول له إنه في نتيجة للي أنت بتعمله. المسيح اتذبح على الصليب. فأنا أتكلم بكلمة الله هي اللي هتخلص طبعًا، بس أتكلم أفكار وأقول له إنه أنت إذا مشيت في السكة دي، الكتاب بيقول كذا، إنه إذا فضلت مكمل في نفس السكة الغلط اللي أنت ماشي فيها، ففي نتيجة للي أنت بتزرعه، في حصاد. أتكلم أفكاره. صحيح. حتى قبل الهوا حضرتك كنت بتقول ان كلمه توبه فيها كلمه يعني مرتبطه تغيير الاتجاه. تغيير الاتجاه بالذهن طبعا، بالذهن، لانه ليترك الشرير طريقه ورجل الاسم افكاره وليتوب. يبقى زي ما حضرتك قلت في البدايه، تبدا التوبه في الذهن والافكار. اعتقد الابن الضال فرجع الى نفسه. تمام. يعني ابتدى يفكر ان الوضع اللي فيه ده هو وضع مش صح، وضع مش مظبوط. يعني ابتدى يفكر أنا هنا أبهلك جوعا وكم أجير عند أبي يفضل عنه. صحيح. اتغيرت أفكاره. لما اتغيرت، وده اللي خلاه ياخد خطوة. بالظبط. لما ابتدى يفكر في الوضع اللي هو فيه والوضع المأساوي اللي هو فيه وفكر صح، فرجع لأبوه تاني. فهو التغيير الحقيقي بيبدأ من لما أفكار الإنسان تتغير. الذهن يتغير لما أفكاره تتغير. دي نقطة مهمة جدا طبعا، وحضرتك بنخاطب حتى الآباء والأمهات، وبنخاطب الخدام الكارزين، ونخاطب كل الناس، انه دايما التغيير اللي بيبقى من الخارج هيبقى وقتي، لكن لما يبقى التغيير فعلا في الذهن هيستمر. بالظبط. وبما انك انت جبت سيره الولدين، يعني انا بخدم شباب، اوقات كتير الشباب عندهم اسئله ليه، فمش هينفع اقول له هي كده وخلاص، لا، اذا سالني هي ليه، اذا ما اقنعتوش باجابه منطقيه مقنعه حتى من الكتاب، لما بيسال على حاجه في الكتاب ما ينفعش اقول له هي كده،
الجيل ده صح ما تنفعش معاه هي كده. اذا انا مش عارف اقول انا مش عارف وادور على الاجابه، لكن هو محتاج يفهم وارد عليه ردود صحيحه، حاجه تشبع ذهنه برضه. بالظبط. يعني سواء المؤمنين او البعيدين، فكرة تغيير الذهن او تجديد الذهن ده امر هام جدا جدا طبعا جدا. وما انا عارف يعني خدنا فيها وقت افضل اكتر التعريف ده، لكن مهم انه كأنه حضرتك بتتكلم انه من اسباب ان ناس كتيرة بتتغير مؤقتا وترجع تاني للحالة الاولانية ان التغيير كان من على مستوى العواطف او من الخارج مش من الداخل. تأثر يعني مجرد تأثير عاطفي بس. طيب يبقى احنا عرفنا ايه الذهن وعرفنا أهمية الذهن، لكن طبعا هندخل في الموضوع الاساسي بتاعنا، ليه مهم جدا ان يتجدد ذهننا؟ ده لب ودي موضوع حلقتنا، ده لب الموضوع يا طبعا. تمام. يعني هي اول حاجة في وجهة نظري لانه ده امر كتابي، تغيروا عن شكلكم لتجديد اذهانكم. يعني لازم نطيع، لازم، ده فعل امر. تغيروا، الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. فالله بيامرني ان انا اتغير. طب اتغير ازاي؟ بانه ذهني يتجدد، معرفتي تتجدد، علاقتي بالله تكون دايما مستمره عشان يحصل التجديد ده. وهنيجي بعد كده ازاي التجديد بيحصل عشان ما نسبقش الوقت. هنتكلم عن ازاي التجديد. فاول حاجه انا هتكلم في نقط. لا خلينا في النقطه دي. يعني ده عايز تقول ان ده امر الهي. وعدم اطاعته يعتبر عصيان. يعني مثلا الشخص اللي قعد من ساعه ما قبل الرب زي ما هو نفس الكلمتين اللي بيقولهم في الصلاه، ومش يعني ما فيش ادراك لكلمه الله، مش بينمو في النعمه في معرفه المسيح، ده ممكن تكون في علامه استفهام على ايمانه اساسا. وممكن يكون هو طفل، ايوه تقدم بيه العمر في الايمان، بس اذا هو ما بيكبرش، اذا انت بتشوفه بعد سنه 2 10 15 سنه هو ده، يعني في شك في ايمانه، او لو هو مؤمن بس هو خلاص زي الطفل، يعني هو لسه طفل في تفكيره، ما كبرش، ما نماش، ما عرفش الامور العظيمه اللي ليه في المسيح. يعني كاني حلقتنا النهارده هي امر كتابي. فده عايزين بس نقول للمشاهدين انه حلقه النهارده احنا لما بنتكلم عن تجديد الذهن نحن نطيع امر الهي. تغيروا. وبولس بيقول لتيموثاوس انمو، اكبر. يعني بس مش حتى يعني تغيروا عن شكلكم بتجديد، حتى النمو نفسه، انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح. بطرس بولس انمو بيقول لتيموثاوس انمو في النعمه وفي معرفه ربنا يسوع المسيح، يمكن في بطرس الثانيه 3، وبولس برضو بيقول لتيموثاوس انمو. فهي كلها اوامر ان احنا نتغير عن شكلنا بتجديد اذهاننا. تمام. ايه كمان؟ تاني حاجه لاجل معرفه الله. يعني ذهني يتجدد ليه؟ علشان اعرف الله اكتر. تمام. ودي حاجه ساميه جدا. يعني انا بقول دايما انه اسمى معرفه انا افتخر بيها في حياتي ان انا اعرف الله. اكتر حاجه ممكن تثري حياتي وتغنيها وتخلي ليها معنى ان انا اعرف الله. وده اللي صلاه موسى، قال له اعطيني اعرفك، وبولس قال لي اعرفه. لا اعرفه. فدي ان انا ذهني يتجدد ليه؟ عشان اعرف الله كل يوم، اعرفه اكتر كل يوم، معرفتي تنمو بيه، علاقتي تنمو، معرفتي تنمو، ادراكي بشخصه وبافكاره وباللي يحبه وباللي هو عايزه وباللي مهم عنده. فمهم ان انا اكون بجدد ذهني. ازاي ربطت ما بين تجديد الذهن ومعرفه الله؟ ما هو كمل بعديها لتختبروا. طب تعبك قولها لنا تاني برضو. لما هو بيقول لهم تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم لتختبروا ما هي اراده الله الصالحه والمرضيه والكامله. فتجديد الذهن واحده من ضمن الحاجات الاسباب عشان اعرف مشيئه الله. بس ده موضوع خطير جدا، يعني طبعا مش هنتكلم فيه لانه ده محتاج حلقات. ولكن مهم نتشاور للنقطه دي، ان اكتر الاسئله اللي بتسالها في مؤتمرات ومن افراد، مش بس عن الجواز، ازاي اعرف مين المعينه، وازاي عن حاجات كتير، اهاجر ازاي، اهاجر ولا ما اهاجرش، اشارك فلان ولا ما اشاركوش. فدي مهمه النقطه دي. هي المشكله دي لها جذور يا اخي زكريا، معرفه مشيئه الله. انه المؤمن بيفضل عايش حياته بطريقه عاديه في كل الامور، ويجي عند القرارات المهمه بس
يقول طب مشيئة الله ارتبط بدي ولا لا، طب أنا محتار، طب هاجر ولا ما هاجرش. لكن هي مشيئة الله في كل شيء، مشيئة الله في اللبس اللي أنا بلبسه، مشيئة الله في شغلي، مشيئة الله في دخلي أنفقه إزاي، مشيئة الله في معاملتي مع شريكة حياتي، مشيئة الله في خدمتي. فمشيئة الله مش بس في الأمور الكبيرة، لكن أتدرب أنه حتى الأمور الصغيرة أتمم فيها مشيئة الله. تمام. ومعرفتي بالله، يعني مثلا هقول مثال بسيط، إذا أنا أعرف الأخ زكريا كويس جدا وعلاقتنا قوية ببعض، ويجي حد يقول لي ده الأخ زكريا بيقول عليك كذا، أنا مش هصدقه. حاجة سيئة؟ صدقني ما قلت يا عوض إزاي ده؟ لا لا. أنا مش هصدقه لأن أنا عارف الأخ زكريا. لما يجي الشيطان يقول لك الله غير صالح، حاشا. لا. لو أنت عارف إرادة الله. لو أنا عارف إرادة الله وذهني بيتجدد ويقول ربنا ما بيحبكش، هقول له لا. لأنه ونحن بعد خطامة المسيح لأجلنا الذي أحبني وبذل نفسه لأجلي. فلما أنا أعرف الله وذهني يتجدد بمعرفته على طول، بسهولة جدا هعرف إيه اللي يرضى الله وإيه اللي ما يرضهوش، هعرف ماشية تبقى واضحة بالنسبة لي. يعني حضرتك خدت النقطة الأولى، لماذا تجديد ذهني واحد للأمر الكتابي. بالضبط. أما الحاجة التانية اللي أعرف الله، حطيت بدل ما تقول لا أعرف مشيئة الله، أنت حطيتها أعلى، يعني وسعت الدائرة لأعرف الله نفسه فأعرف مشيئته. هي الأفضل. أنا بشكرك لأجل الفكرة. هي الأفضل، هي الأفضل. يعني حاولت تاخدها كلها. هي الأفضل. ليكون لي علاقة بالله ذاته وبالتالي أعرف مشيئته. بسهولة جدا، إذا كان لي علاقة عميقة بالله وعلاقة متجددة، بسهولة جدا هعرف أميز ده يرضى الله ولا ده ما يرضيش الله. مشيئته هتبقى تمييز مشيئته وهيبقى سهل جدا بالنسبة لي، مش هيحتاج مجهود كبير. تمام. يعني يا رب كلنا زي ما بقول لك مرة تاني، إني صح نعرف الله فنعرف صوته، بس أكتر أسئلة بتجينا في الصلاه وكده إزاي أسمع صوت الله في حياتي. فحضرتك ذكرت إنه أهم حاجة في دي إني أنا تكون ذهني متجدد، فبديت أعرف الله وبالتالي سهل اعرف مشيئته. بالظبط، ده السبب الثاني. السبب الثالث، ليه اجدد ذهني؟ حتى لا يخدعنا العدو. تمام. يعني في رساله كورنثوس الثانيه 13:3 بيقول بولس، بيقول للمؤمنين كده: ولكنني اخاف انه كما خدعت الحيه حواء بمكرها، هكذا تفسد اذهانكم عن البساطه التي في المسيح. فعدو الخير افكاره كتيره وحيله كتيره، فانا لما ذهني يتجدد بكلمه الله مش بسهولة العدو يردعني، مش بسهولة يضحك عليا. يعني في تجربة المسيح كان كل ما يجي يقول له مثلا كل هذه الحجار أن تصير خبزا، يرد عليه يقول له مكتوب ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان. فلما ذهني بيكون بيتجدد وكلمة الله مشبعة، ذهني مشبع بكلمة الله، مش بسهولة يخدعني عدو الخير. إذن دايما الشيطان بيقدر يخدع الناس اللي ذهنهم غير متجدد. بالظبط. يجي يقول له ربنا ما بيحبكش، يجي يقول له ربنا لو ربنا صالح ليه يسمح لك بكذا، ليه يسمح لك بكذا. هو لأنه مش عارف مش بينمو ومش بيكبر، مش بيقعد قدام الله. وهنا بولس ربطها باللي حصل بين الحية وحواء. بالظبط. تتعب توضح لنا الفكرة لو ممكن. الفكرة فكرة حواء، يعني فكرة ارتباط دي بتكوين ثلاثة، انه حواء استغل عدم معرفتها وجي رمى ليها فكرة، فقال لها لا، ده ربنا لو انتوا اكلتوا من الشجرة هتكونوا زي الله. وهي ابتدت ببساطة تنخدع وتصدق الفكرة، وفي الآخر كانت النتيجة ان هي كانت من الشجرة ودت آدم، وكان حصل السقوط نتيجة الفكر. فدي رقم ثلاثة. يعني اولا لانه امر كتابي، اتنين لكي اعرف الله واعرف مشيئة الله. بالزبط. ثلاثة لكي لا يخدعني. طب معلش ناخد مكالمة ولا اتنين. اتفضل. بنت الرب من الجيزة، اهلا بحضرتك. لو سمحت يا بنت الرب وكل المشاهدين اسمعونا من التليفون مش من التلفزيون، من التلفزيون مش من التليفون مش من التلفزيون. الو بنت الرب من اسيوط، اهلا بحضرتك. يا ريت كل المشاهدين يكلمونا من التليفون مش من التلفزيون، بدل ما نعيد كل مره وخساره وقت البرنامج. الو الو اهلا بك يا بنت الرب. انت بتكلم من كيك زكريا؟ انا مع حضرتك، اتفضلي.
تفضلي قولي لي يا بنت الرب انا معاكي بخصوص ايه؟ ايوه عايزه طلب صلاه. ما انا سمعت انك عايزه طلب صلاه بخصوص حاجه معينه يا بنت الرب، يعني في شيء معين؟ لا ليا والولاد بس. حاضر يا بنت الرب هنصلي لاجلك، شكرا جزيلا. ام سامح اهلا بك يا ام سامح. الو الو اهلا بك يا ام سامح. اهلا بك يا استاذ زكريا. اهلا وسهلا اتفضلي. معلش انا كنت طالبه طلبة صلاة بس من اجل ولادي، معايا ابني اللي عنده 30 سنه، معايا بنتين صغيرين وجاله سكر مفاجئ كده وصل 509 عنده. الدكتور كان طلب منه كميه تحاليل والتحاليل كلها طالعه عاليه، حتى الاسيتون اللي في البورده طالع عالي. رحنا للدكتور امبارح خوفنا، واحد يقول له انت كده في خطر وصحتك في خطر، وانا ماليش غير ربنا وهم، انا ارمله وماليش غير ربنا وهم. عايزك تصلي له ولا هنصلي دلوقتي بيدو. هنصلي نخلي الاخ عوض يصلي له حاليا على الهوا، بس عايز اقول لك اولا ثقي في الرب، بس ما تهمليش في الموضوع ده لانه السكر بيتظبط وما يبقاش مرض. انا طبيب بشري. ده هو من ساعه ما عرف موضوع السكر حابس نفسه، لا بيرضى ياكل ولا بيرضى. لا 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 لا، حسب ما الدكتور قال لك، وبس اهتم لانه يعني ايه لما يتظبط كان ما فيش مرض. ولا نصلي له. اتفضل يا خالد. يا رب بنشكرك لانك انت صالح، وبنشكرك لان انت امين يا رب، وبنشكرك لانك بتسمعنا، وبنشكرك لان افكارك من جهتنا هي افكار سلام لا شر يا رب، وانت بتعرف يا رب بكل حكمه ومهاره وقدره وقوه تخرج من الاكل اكل يا رب ومن الجافي حلاوه. بين ايديك يا رب الطفل المريض انت اللي تحسن اليه، وانت الشافي، وانت عندك الشفاء، وانت ليك مشيئه، فتمم يا رب مشيئتك في هذا الامر يا رب، وطلع خير من كل اللي بيحصل ده من يا فضلك رب. يا رب في اسمك بنصلي ليك كل المجد. امين امين. جوفاني من الجيزه اهلا بك يا جوفاني. الو 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 اهلا بك يا جوفاني. اهلا بك يا دكتور. دكتور جوفاني ازيك؟ ربنا يخليك انا كويس شكرا. اتفضل. طبعا علشان خاطر الاخ عوض، غير كده مش هتتصل. ماشي حبيبي شكرا يا انكل. اتفضل اتفضل. منور اخ عوض ومنورين الشاشه بصراحه. شكرا يا جوفاني. انا بس كان عندي سؤال. اتفضل. في ايه بتقول اله هذا الدهر اعمى اذهان غير المؤمنين لا تضيء لهم النار انجيل مجد المسيح. تمام. ازاي مثلا اعرف ان انا ذهني معمي ولا لا؟ يعني مثلا غير ان انا عايز اعرف اذا كان ذهني اعمى وانا مش قادر اميز خالص، ومثلا ممكن واحد يقول انا مش ذهني مش اعمى، بس مثلا في ايه بتقول طرق الانسان مستقيمه في عينيه، فده سؤالي يعني. صحيح. سؤال محترم وطول عمرك محترم يا جوفاني. هرد عليك. بيقول إله هذا الدهر قد أعمى أذهان غير، نفس الجزء اللي وقفنا عنده. احنا وقفنا إن المؤمن يكون بيتغير ذهنه عشان إبليس ما يخدعوش، لكن هو خدها من قبل. لو الشخص ذهنه أعمى أساسا هو لسه ما تقبلش مع المسيح. الشخص يعرف منين إن ذهنه أعمى ولا نور؟ يعرف منين اذا كان؟ قال انه بيقول لك ان كل طرق الانسان مستقيمه في عين نفسه، فانت واحد تقول له لا انت ذهنك، او مش هتقول له طبعا لازم، بس الانسان ذات يعرف انه منطبق عليه اله هذا الدهر قد اعمى اذهان غير المؤمنين. هو ممكن لما يعني لما لما يعني حد يوصله الرساله يبين لي رسالة الإنجيل بصورة واضحة. تمام. فإذا هو قبل الرسالة فهيعرف الرب، هيتفتح ذهنه. صح. لكن إذا صمم إن هو يرفض فهيفضل يعني هيفضل هو ماشي ورا إبليس في سكة إن هو يعمي ذهنه. صح. يعني أكبر علامة إن ذهنه معمي إنه بيرفض يقبل إنجيل المسيح. بالظبط بيرفض. وإذا لأنه الآية اللي بعدها يا جوفاني بتقول الله الذي قال أن يشرق نور من ظلم أشرق في قلوبكم بالروح القدس، كورنثوس الثانية 3.
أربعة آسف. فإذا الشخص قابل رسالة الإنجيل يبقى ذهنه هيتفتح. بالظبط، إذا كمل يرفض فهو كده ماشي ورا إبليس في سكة. تمام. طيب كمان معانا رسالة من خادم الرب الأخ أنور داوود، بيقول حلقة روعة أخ عوض. أخ زكريا، سؤال لحضرتك. أخ عوض، باعتباركم من الصعيد سابقا مثلي، ما هو دور التغيير الذهني في التعامل مع موروثات الخطية؟ حتى أسئلته أنور داوود عميقة. اتفضل. طب مثال، طيب عشان نفهم يعني الموضوع شوية. هو مش كاتب مثال، بس أنا أقول لك يعني في الصعيد مثلا، هو بيتكلم على الصعيد، الحزن التقيل، التعديد، التعديد جنائز الموتى، واللي بيلطموا ويحطوا طين ويحطوا زهرة على وشهم، دي موروثات، ولو ما عددتش الست تبقى كأنها مش حزينة، مع إن إحنا المفروض نحزن بس مش زي الناس الأشرار. حاجات كتيرة، التار مثلا، التار دي موروثات، لكن الرب مش عايزنا نقتل بعض، وهكذا يعني. ده انا، هو ممكن يبعت لنا لو كان السؤال مش قصده كده. اعتقد ده بيجاوب عليه الجزء الثاني اللي احنا قرناه في زكريا، اللي هو في افسس 4. تمام. لما بيقول الرسول للمؤمنين انه انتم كنتم قبلا بتسلكوا حسب عاداتكم، حسب شهواتكم، حسب فكر الناس اللي انتم واصليهم، لكن لما انتم عرفتوا الرب وابتدى الذهن بتاعكم يتغير وتقبلوا المسيح في حياتكم، اخلعوا. ما ينفعش اللي كنت عايش بيه قبل الايمان. تمام. افضل مكمل بيه بعد الايمان، وده هيوضح اكتر. ما ينفعش. تمام. ما ينفعش حاجه كنت بعملها قبل الايمان، اذا كانت عادات وتقاليد، مهما كانت قوه العادات والتقاليد، بس اذا الله نور في ذهني وادركت ان ده غلط، صحيح، انا محتاج اتغير واسيب اللي انا بعمله ده الغلط، واكون بعمل اللي يرضى الله. في قصه انه حد في 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 السودان كان زعيم قبيلة، وكان متجوز حوالي 17 ست. يا وجع. يعني 17 ست، وعنده أولاد. وجي لما عرف الرب والله نور في ذهنه، فعرف إن اللي هو فيه ده غلط. تمام. وهم عندهم حاجة اسمها الزواج السياسي. الزواج السياسي ده إن أنا أتجوز من القبيلة دي وأتجوز من القبيلة دي عشان أصاحب. عشان أصاحب وما أدخلش في حرب مع محدش يحاربني. بس بعد ما الله غير ذهنه، بس ده حاجة وحشة عشان إيمان بتشاهدك ده. فالله غير قلبه، فكان قدام تحدي كبير، هيخسر كل العلاقات مع القبائل اللي هو متجوز منها، لكن قدام نور اللي أعلنه ليه الله، قدام قوة كلمة الله، بعت ال 17، خلى واحدة بس ورجع الباقي، لأن هو كده عايش عيشة غلط، ورغم أنه ده خلاه تكلف حياته، بس هو قرر انه يعمل الصح اللي يرضي الله واللي يمجده. فاذا الله مات على ايدين الناس كانوا بيطاردوه، مش الناس اللي هم اهل ستاته يعني. فلا انا فاكر مره في قريه كنت اول خدمه اقدمها فيها، وشخص كان مطلوب ياخد طار من حد، وبعد ما قبل الرب جري ورا الشخص اللي كان المفروض يقتله وباسه قدامنا، خرجنا خوفنا يكون هيقتله، وقال له انا لاجل المسيح مسامحك، وانتهى الطار وانتهت القضيه دي بين الله. فده كله رد على السؤال الجميل اللي ساله لنا اخونا انور داوود خادم الرب. نرجع تاني، احنا اتكلمنا عن تعريف الذهن، تعريف الذهن واهميته وليه يتجدد، ولماذا يتجدد الذهن. قلنا ثلاث حاجات لغايه دلوقتي. لماذا يجب ان يتجدد الذهن؟ واحد، لانه امر كتابي. اثنين، علشان نعرف الله ومشيئته. وكان جميل انك تحط الله ثم مشيئته. ثلاثة، علشان خاطر حتى لا يخدعنا العدو. نكمل. يتجدد الذهن رقم 4، لمعرفة غنى المسيح وقدرته. بولس بيصلي لأجل المؤمنين في أفسس، بيقول لهم مستنيرة عيون أذهانكم. نعم. يعني وكأنه شبه الذهن بشخص ليه عينين، وبيقول أنه العينين دي بتاعت، وبعد شوية هيشبه كأن الشخص اللي يروح، الذهن اللي يروح. بالظبط. يعني الذهن اللي عينين والذهن اللي يروح، وكلها حاجات عن الحياة، العينين والروح. العينين والروح. مستنيرة عيون أذهانكم لتعلموا ما هو رجاء دعوته، وما هو غنى مجد ميراثه في القديسين، وما عظمة قدرته الفائقة نحونا نحن المؤمنين حسب عمل شدة قوته. أفسس 1:18-19. فليه يتجدد ذهني؟ علشان أشوف غنى المسيح، أشوف روعة المسيح، أشوف جمال المسيح، وأشوف يعني عظمة قدرته الفائقة نحونا. ودي أمور لما يتفتح الذهن عليها أخ زكريا
يعني زي ما كنا بنحكي انا وانت قبل الهوا، صح، هتغني الحياه وتثريها. كنا بنتكلم مش حتى كوعظ، لكن بنقول فعليا اهميه هذه الحلقه، انه لو حصل ده واتفتح ذهننا على غنى المسيح وقدرته هنتغير ازاي. بقى ده خلى بولس يعني لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي، يعني لما عرف وغنى المسيح وعرف دعوته وعرف اللي ليه في المسيح، فعمل 20 بيقول لست احتسب لشيء ولا نفسي سمينه عندي حتى اتمم بفرح سعي والخدمه التي اخذتها من الرب. فما فيش خلاص، هي دي الحياه. هيكون شايف بذهنه الجديد ما لا يراه الانسان، حتى قال حتى نرى ما لا يرى. شايف قدره المسيح وغناه وشايف المستقبل، فبيسلك هنا على الارض في ضوء الذهن المستنير. هو شايف الامور من منظور ابدي، شايف انه زي ما حضرتك قلت انه هنا وقتي، لكن الابقى الامور التي ترى وقتيه، اما التي لا ترى فهي ابديه. شايف الامور التي لا ترى، فده لما يستنير الذهن، وده اختبار. يعني لو حد من المشاهدين قاعد بيقول هم بيتكلموا في ايه دلوقتي، ايه اللي بيقولوه ده اختبار. لو هو يعني اختبار شخصي، لما تتفتح الذهن على المسيح ويشوف عظمته، زي ما حصل مع تلميذي عمواس، صح، يرجعوا بالليل متاخر والليل جه، لكن اول ما اتفتحت العينين وعرفوا المسيح في نفس الوقت انه قام بالليل، قاموا عشان يرجعوا نفس المشوار، مع انه ده كان خطر. بس شوف نتيجه ان الذهن يتفتح والعينين تتفتح على المسيح، الامر بيحصل تغيير كبير في الموضوع. ونقدر نطبق على ابونا ابراهيم برضو، يعني ايه اللي خلاه لما ظهر اله المجد زي افس واحد، يعني شاف مجد الله لابونا ابراهيم، ترك كل حاجه وعاش غريب، والمذبح والهيكل بالظبط، المذبح والخيمة، آسف. فلما يتجدد، ليه يتجدد الذهن؟ علشان أعرف. يعني مرات بنقعد نوعظ الناس عيشوا حياة الغربة، ضحي لأجل المسيح، ما تخافش من المقاومين إلخ، والتأثير ما يكونش كبير. ليه؟ علشان الذهن مش متجدد. بالظبط. وأحيانا من غير ما نوعظ الشخص بيعمل أعمال كلها تضحيات علشان ذهنه يتجدد. بالظبط. فهي لما يستنير الذهن ويشوف عظمة عمل المسيح ويشوف عظمة شخصه، يعني زي ما بتقول الترنيمة، ولأجلك كل تضحية تهون. وده اللي حضرتك بديت بيه الكلام، فكرة انه لما يتغير الداخل هيتغير الخارج. التغيير الحقيقي يعني فعلا بيبدأ من الداخل للخارج، لما يشتغل الروح القدس في القلب، في الذهن وفي القلب، فاللي بره هيتغير. تمام. احبائي المشاهدين، تقدروا تواصلوا معانا على ارقام التليفونات اللي بتظهر في الشاشه قدام حضراتكم، كمان من خلال الفيسبوك. انا كل شويه بتابع الفيسبوك من برنامج نرى نورا بالعربي، او نرى نورا بروجرام باللغه الانجليزيه، تقدر تلاقي صفحتنا، ابعت لنا. وبنعمه الرب يعني اللي مش قادر حتى يوصل لنا عن طريق التليفونات، احنا بقدر الامكان بنحاول نرد على كل الرسائل اللي على الفيسبوك. كمان وصلت رسالة كمان حالا من الأخ الحبيب يعقوب جاد، شكرا، بيقول الرب يبارككم دكتور زكريا أخويا عوض، دايما بتستضيف خدام مباركين، شكرا، ونفسنا نستضيفك أنت يا خادم الرب يعقوب جاد. شكرا أخو بيتر من الشرقية، كمان أهلا بك يا أخويا بيتر. ألو. أهلا يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. اتفضل حضرتك على الهواء. أنا بمسي على حضرتك الأول يا دكتور زكريا. الله يخليك. الأخ عوض. أهلا بيك. كان عندي مشاركة بسيطة عايز أقولها. طبعا. تغيير الذهن من الحاجات الصعبة قوي، يعني عشان أنا أغير فكرة جوايا أو فكرة. صح، 100% صح. صح. اغير ازاي؟ ايه هي المصادر للافكار الجديده اللي تغير تفكيري؟ دي نمره واحد. وايه المشجعات اللي تخليني اتنازل بفكره انا متمسك بيها او حاجه انا مش عارف اغيرها جوه نفسي؟ احيانا بيبقى جوانا افكار معقدة، واحد متمسك بفكره مش عارف يتخلى عنها. صح. وبيبقى صعب انه يتخلى عن الفكره دي، لكن ايه اللي شجعني ان انا اعمل كده؟ وايه المصادر الجديده للافكار او الافكار الجديده اللي تجدد ذهني؟ يعني المصادر لتجديد الذهن، ايه اجدد ذهني ازاي؟ دي المداخله بتاعتي. تمام يا بيتر. النقطه الاولى من غير شغل، كنت عايز
ترفعوني في الصلاة. هنصلي لأجلك والرب يجعل أمامك بابا مفتوحا. بالنسبة لسؤال حضرتك، المشجعات هي اللي احنا بنتكلم فيها، لماذا يجب أن يتغير ذهننا؟ واتكلمنا لغاية دلوقتي في أربع حاجات مشجعات. بالنسبة للمصادر طبعا لازم نتكلم كيف يتغير الذهن. شكرا أخونا بيتر، ونصلي لأجل أن الرب يجعل أمامك بابا مفتوحا في العمل ولا يعوزك إلى شيء في اسم الرب يسوع المسيح. بنت الرب من الجيزة رجعت تاني، أهلا بيكي. ألو. أيوه. أهلا بحضرتك. أهلا يا بنت الرب. أهلا، مساء الخير يا أخي زكريا. مساء النور يا أختي، اتفضلي. أنا بنسى على حضرتك وعلى الأخ عوض. الله يخليك. الله يخليك. وبشكرك على موضوع النهاردة عشان هو بقاله فترة شغلني جدا. تمام. والنهاردة فعلا الموضوع ده كان في بالي جدا وعمال أسأل فيه، بس الحمد لله يعني الرسالة وصلتني. بأمانة كان في قلبك قبل ما تعرفي إن الحلقة عن الموضوع ده. صدقني انا كنت مشغوله بموضوع كده، والنهارده الاسئله وصلتني الحمد لله. روعه. ايه اكتر حاجه وصلت لك لغايه دلوقتي في اللي قلناه؟ وصل لي لغايه دلوقتي ان انا لما اجدد ذهني اعرف اختبر الله حقيقي في حياتي، لان انا كنت عماله اشك في ايماني واقول ازاي انا اطلع عبد ربنا، وازاي كان عندي رهبه كبيره جدا ان انا انت عاد ربنا وعاقل ازاي، وكنت خايفه ومرعوبه جدا. تمام. لكن دلوقتي الرساله وصلتني الحمد لله ان الواحد ارتاح. طيب ايه رايك؟ في حاجه ثانيه كنت عايزه عشان اطلب من اجل اتفضلي لان اسامي عزيز ضروري. اتفضلي. بقول لحضرتك عايزين انك ترفع سلام من اجل البيوت اللي اقسمها عدو الخير. امين امين. انا بص عايز اصلي معاكي كمان انتي ان الرب يخليكي دايما واثقه ان هو قبلك. ايه رايك؟ ماشي. امين. صلي معايا. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك، انا بشكرك لانك رديت عليا في هذه الحلقه، لانك رديت عليا في هذه الحلقه. يا رب اسمعني قولك، يا رب اسمعني قولك، مغفوره لك خطاياك، مغفوره لك خطاياك. اذكر البيوت يا رب اللي قسمها ابليس عدو كل خير. اذكر بيتي يا رب اللي قسمها ابليس عدو. واذكر بيتي علشان يكون شهاده ليك. واذكر بيتي عشان يكون شهاده ليك يا رب. خليكي معانا، صلي لاجل هذا الاخت والبيت كمان. يا رب بصلي لاجلها انك تكون بتاخد بيديها وتشجعها علشان تكبر فيك وتنمو فيك وتعرف اللي ليها عندك يا رب، والبركات الكتيره اللي انت يا رب على قلبك ليها. يا رب اذكر ظروفها، اذكر كل احوالها، انت لا تقدر تتدخل فيها يا رب، في واسع وفي غنى مرحمك يا رب، لي كل الحمد. امين امين. معانا رضا وبعدين ناخد نتكلم شويه. أوكي. انا عارف الوقت. اهلا بيك يا اخ رضا. رضا المنيا. الو. اهلا بيك يا اخ رضا. الله يخليك يا دكتور زكريا. الله يبارك فيك، اتفضل. تعيش يا دكتور. انا كنت عامل مداخله قبل كده وكلمتك وكده ان كان في مشاكل بيني وبين حد. تمام. حاليا انا النهارده اتغير ذهني، اديله فتره عايز اعمل معاه كلام وكده. حبيبي كفايه انك اتصلت، لانه ده اللي بنطلبه من المشاهدين، ان لما ربنا يعمل معاه حاجه يشهد. فشكرا ليك يا رضا. تعيش يا دكتور، وشكرا لربنا ووقفته معانا يعني انه بيسيبني وكده. صحيح. بس الطاقم يعني رافض، والشيطان يعني عم صور له صوره ان انا ما اتغيرتش او بقول كده وخلاص، ولكن صدقني انا اتغيرت. امين. ويعني حاسس بنعمه ربنا معايا، وزي ما انتوا يعني زي ما الراجل دوت اللي انت حكيت عليه حضرتك، وقلت ان هو طلع من الكنيسه جيري ورا الراجل عشان يعني يضغط في قوته. تمام. كان اكيد ما كانش بيمثل يعني. صحيح. لا اتغير. صار له مش عايز يبقى في طار. صح. ففي ناس ما بتصدقش ده. بص يا رضا، بص يا رضا. لا في ناس فعلا بتخسر وبتسيب ربنا ينتقم هو اللي يجيب له حقه. صح. بس يمكن يمكن احيانا الناس بتنتظر لما التغيير بيظهر يبقى حقيقي بياخد وقت، فانت كفايه اللي انت عملته وسيب ربنا يكمل. امين. صلينا كتير، ويا ريت زي ما الاخت اللي كانت جايه لي انت صليت مع معاها بانها فعلا ذكرت خراب البيوت وانقسامات. امين. يا دكتور زكريا تصلي كتير كتير بسبب الموضوع ده وخصوصا انقسامات البيوت، لان الشيطان يمكن مش قادر على الكنيسه الكبيره، بيضرب الاسر عشان ما تروحش الكنائس، وبيبتدي هو برضه قادر على الكنيسه يعني. صحيح صحيح. واحنا بنصلي، وما تنساش يا رضا
انه الرب هيضمن بيتك وسلامك وهيرجع تاني، ترجع انت وبيتك. وما تنساش انه الرجل العاقل يبني بيته على الصخر في انجيل متى صح 7، والصخر هو ان نسمع كلام المسيح ونطيعه. لما بنسمع كلام المسيح ونطيعه يبقى بيتنا موجود على الصخر. اشكرك لاجل التغيير اللي حصل في حياتك. الشيطان حاربني كتير لان انا كنت بادئ بدايه حلوه وكده، بس هو ضربنا من زاويه معينه، بس المسيح يقدر يهدمه وهيهدمه تاني. هيرد ليك البيت وهتبقوا شهاده عظيمه وتخدموا ربنا من خلال بيتكم الثابت في المسيح. وابقى كلمني باستمرار. شكرا. نكمل بقى يا اخويا عبد. احنا هنتكلم في النقطه الخامسه. تمام. انه لماذا تجديد الذهن، او زي ما سماها بيتر المشجعات التي تشجعنا ان نهتم بتغيير الذهن. لانه الحرب على المؤمنين مستمره، وعلى البيوت زي ما وعلى البيوت اللي هو ابليس ليه باع كبير. يعني شوف اتصالين ورا بعض واستضفنا كذا حلقة عن البيوت وقلنا فيها انه كل الحلقات كل الاتصالات عن البيوت، بنصلي لأجل بيوتنا فعلا. فالحرب مستمرة، وده اللي مكتوب في كورنثوس الثانية 10:4، إذ أسلحة محاربتنا ليست جسدية بل قادرة بالله على هدم حصون، هادمين ظنونا وكل علو يرتفع ضد معرفة الله، ومستأثرين كل فكر إلى طاعة المسيح. يعني ليس فقط أنه يخدعني مرة، لا، لكن هي حرب مستمرة. كتب عن المسيح ففرقه إلى حين. أيوة، وضح لنا دي عبارة. يعني هو بعد ما في متى 4 بعد ما جربوا في 3 مرات ففرقه إلى حين، يعني سابوا المدة وابتدى، وبعد كده ابتدى يرجع له بأشكال تاني مختلفة يعني. فإذا هي الحرب مجموعة من المعارك، فمش معنى ان انا فزت في معركة يعني كده انا كسبت الحرب، لا، ده لسه في جولات تاني. فهي حرب مستمرة، يعني معارك مستمرة، الى انه انا اروح للرب او هو يجي هتفضل الحرب مستمرة. صحيح. فده محتاج مني يقظة، محتاج مني ان باستمرار يكون في جعبتي سهام، يعني اكون جاهز لما يرمي لي سهم اعرف اصد، اكون بستخدم سلاحي. سلاح الله ده موضوع كبير يعني، بس ممكن يعني هيحتاج حلقة وحدي. أمين. أتعبك تقول لي ال5 حاجات اللي قلناهم عن لماذا تجديد الذهن مهم، أو زي ما سماهم بيتر مشجعات تجديد الذهن. لأنه عمر كتابي. عمر كتابي. لمعرفة الله ومشيئته. روعة. حتى لا يخدعنا العدو. تمام. كمان لأنه هي حرب مستمرة، ولمعرفة غنى المسيح وقدرته الفائقة. مهمة جدا، لأنه لما نعرف غنى المسيح حياتي تتغير. بالضبط. إيه كمان؟ رقم 6، حتى نعرف الأمور العظمى. يعني لما ذهني يتجدد، في فيليبي 1:10 بيقول كده الرسول بولس إنه وهذا أصلي أن تزداد محبتكم أيضا أكثر فأكثر في المعرفة وفي كل فهم حتى تميزوا الأمور المتخلفة. الأمور المتخلفة مش المختلفة، لكن يقصد بيها الأمور الممتازة. فلما باستمرار ذهني يتجدد وعن طريق كلمة الله، هبدأ أعرف الأمور الممتازة اللي موجودة في كلمة الله. تمام. يعني لكن إذا أنا يوم وأسبوع واقف الموضوع هيبقى متذبذب، لكن لما بيكون باستمرار الرب يفتح عيني ويفتح ذهني، يعني ذهني يمتلئ بالامور المباركه بدل ما يكون ممتلئ بالامور الارضيه المتعبه. ما هو يا اما يمتلي بامور الله يا اما يمتلي بامور العالم، مفيش وسط. زي رومية 2:12 اللي بديناها، انه لا تشكلوا هذا الضغط، تغيروا ما تغيرناش هنشكل. تمام. يعني هي مفيش شكل، يعني نبقى شكله. بالظبط. ناخد شكله. طيب اسمح لي معلش اقرا شويه رسائل كتيره جايانة على حد اسمه خيري. كيف يمكنني ان اعبر للمسيحيه وانا في المانيا غير لغه وشويه صعبه؟ ماي نيم كذا، انا عايش في المانيا. وبليز ريبلاي تو حد عايز يقول ازاي اتغير اعبر للمسيح. العبور للمسيح من خلال الايمان به قبل اي حاجة. كمان
سامية سليمان. ألو، مساء الخير، ازيكم؟ وقت الأحبة حلقة رائعة. أخويا زكريا، الدكتور زكريا، أخ عوض، ربي يبارك. كنت حابة أشارك في استجابة الصلاة، كنت بعطل بالصلاة من أجل أختي، كانت حامل وكانت تعبانة قوي. شكرا ربي يسوع أنه سمع الصلاة اللي رفعت منكم. إخواتي وأختي وضعت بالسلامة، هي وطفلها كويسين بخير. أشكر ربي يسوع وشكرا جزيلا على صلاتكم. طلب الصلاة من أجل بابا أن الرب يسوع يحسن إليه ويشفيه. كم المحرز. في نهال، ليه ما فيش استقبال مكالمات من انجلترا؟ اظن فيه وهيتحط على الشاشة. الخطوط شغالة يا اخت نهال، وحضرتك كلمتينا كتير. بعدين ايمن عوض، مساء الخير، ربي يبارككم، حلقة رائعة. صلاتنا الى كل شخص بيسمع يشوف الحلقة ان الرب ينور الاذهان والعقول. ده ايمن عوض. غطاس موسى، ربي يبارككم. دكتور زكريا، اخويا عوض، امنيتي ان زرت مننا تشرف بدعوتكم لخدمه عشيه في الكنيسه. حاضر يا اخونا غطاس، اتشرف بكده. فوزي سعد الله، مساء الخير اخ زكريا، اخ عوض، الحلقه دي رائعه. انا ايمان من اسبانيا، بفرح كتير، البرامج دي فارقه جدا معايا وفارقه في حياتي، محتاجه صلاه من اجلي انا واولادي. انا بشكر الاخ عوض، اشكرك. الله يبارك. ده ايمان من اسبانيا، لكن الاسم فوزي سعد الله. الله يبارك. طيب نكمل. نوصل للنقطة السابعة. النقطة السابعة والأخيرة في ليه أجدد ذهني؟ لأن الله عايزنا نكون ناضجين الذهن. يعني في كورنثوس الأولى 14:20 بيقول: أيها الإخوة لا تكون أولادا في أذهانكم، بل كون أولادا في الشر، وأما في الأذهان فكونوا كاملين أو ناضجين. فليه تجدد ذهني؟ ليه اتعب في تجديد ذهني؟ لان الله عايز ذهني يكون ناضج، ما بقاش طفل. ما بقاش طفل زي ما حضرتك قلت على حد انه اللي هو ما بيتغيرش، زي ما بيتنقلش، زي ما هو ما بيتغيرش، ده طفل. ممكن يكون شيخ كبير بس لسه. هنتكلم تاني في النقطه دي، بس معلش كذا تليفون لي فتره. فضل. معانا فضل. الو، سعيد من المنيا، اهلا بك يا سعيد. الو، اهلا بك يا سعيد. يا فندم اتفضل حضرتك على الهواء. ايوه الو، اهلا بيك يا اخ سعيد. مساء الخير. مساء النور. سلوس. كنت عايز اكلم الاخ عوض والاخ زكريا. الاخ عوض مع حضرتك، انت بتكلم عوض اساسا عشان مغاغه وكده غالبا يعني. اتفضل. اخ عوض، اهلا بيك يا اخ سعيد. ازيك يا غالي حبيبي؟ اشكر الله. انا مبسوط جدا وانا قاعد اسمع الحلقه ديت انت والاخ زكريا، ربنا يبارككم. تعيشك يا سعيد. طب ما الاخ زكريا ليه 5-6 سنين في الحلقه ولا مره سمعنا صوتك، بس معلش عشان بلدياتك. اتفضل. مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ نعم، مين اللي بيكلمني دلوقتي؟ انا زكريا استاورو. ازيك يا عم زكريا، اخبارك ايه؟ انت منور القناه انت والاخ. منور ايه يا عم الاخ سعيد؟ يا عم سعيد بتقول انك بتصل عشان زكريا، طب لما انا ليا 7 سنين في البرنامج ده ما كلمتنيش، اشمعنى لما عوض يجي؟ على العموم شكرا. يا حظ ان انا اقعد قدام البرنامج حبيبي ده انا بضحك معاك، فرحان بيك يا اخ سعيد. جميله دي حبيبي يا اخ سعيد. ربنا يبارككم وسلام للاخ عوض كمان معاك. شكرا اخ سعيد، شكرا ليك، الرب يباركك. ربنا يبارككم. اي مشاركه يا اخ سعيد؟ حاضر. لا شكرا، شكرا حبيبي، شكرا. شكرا. بنت الرب من الشرقيه، اهلا بيك يا بنت الرب. الو الو، انت الو. ايوه مساء النور. ايوه انت رقمتني ليه اكلمه؟ ايوه ما انا زكريا في البرنامج، اتفضلي. اكلم يا دكتور زكريا. انا زكريا استاور، اتفضلي. ايوه انا طالبه كلمه الصلاه. اتفضلي. كلمه الصلاه، البنتي عندها روماتايد وتعبانه قوي، وطلب المسيح يتمجد ويلمسها ويشفيها في اسم الرب. وانا عندي ركبي تعبانه مش قادره امشي من جهه. في اسم الرب يسوع يتنازل. امين. لبنتنا ولحضرتك تقول لي مالكيش عراق، غيري المفصل، وانا ست كبيره وما ينفعش غير مفصل، المسيح هو اللي غيرها. ده صدقيني ايمانك ده هيسمع ويستجيب، صدقيني. وبتصلي بينا طمنينا عليك، شكرا جزيلا. مكالمه كمان. مايكل من المنيا، اهلا بيك يا مايكل. الو الو، اهلا بحضرتك يا مايكل، اتفضل.
زيكم انا بحاول اوصل من بدري حبايبكم كتير يا دكتور زكريا. اسف جدا معلش في ضغط ولو ما حد ما قدرش يقدر يتواصل على الفيسبوك. اتفضل يا اخي مايكل. انا مايكل من مغازه طبعا مبسوطين الاخ عوض مغازاوي في القصر. اهلا دكتور مايكل ازيك؟ ما عرفتش صوتك صدقني. اهلا بيك يا مايكل. ازاي حضرتك وبرنامج جميل والحلقه حلوه. شكرا يا دكتور مايكل. كلام للاخ عوض وحابب اقول انه هي رحله الخلاص كلها هي رحله تجديد ذهن. صح. تبتدي لان عدو الخير من اول ما الانسان بيتولد بيستلم ذهنه. صح. وبيشتغل عليها لكن عندنا ثقه ان الرب عمل روحه حتى لو كان في ظلام في الذهن بيدخل وبيبتدي يشرق بنور جوه الذهن وبيمتلك الذهن ده فبتبتدي رحله الخلاص كلها هي عمليه تجديد للذهن. صحيح. ونمو في المعرفه بس انا نفسي تاخدونا لمنطقه ازاي عمليا ده يحصل؟ يعني ايه المفروض انا هنتكلم هنتكلم في ده يا دكتور مايكل بس اشكرك اني حطيت كاني رقم واحد في تجديد الذهن هي معرفه للمسيح فاله هذا الدار اللي اعمى اذهان غير المؤمنين والنور ينور حياتك برنامجنا اسمه نور نرى نورا فيبدا النور يشق في الذهن في يوم معرفة المسيح فده تعليق جميل جدا. خليك معايا يا مايكل ادخل معاه مغاغاوي مع مغاغاوي اتفضل. شكرا يا مايكل. ايوه تعوض ازيك ربي يباركك ويباركك يا مايكل ويخدمك وتطلعونا من كلمه الله حاجات عمليه ازاي نستفيد وازاي نجدد ذهننا يعني ايه الخطوات العمليه اللي انا ممكن اعملها عشان كل يوم اختبر تجديد الذهن وبالتالي اختبر إرادة الله ومشيئة الله والفكرة الجميلة اللي انت قلتها من البداية معرفة شخص الله. ربي يبارككم. شكرا دكتور مايكل من مغاغة ونتمنى تكون معانا ضيف في حلقة قريبة يا دكتور مايكل. شكرا شكرا. أخونا عماد من أسوان معلش هناخد تليفونين علشان يبقى تقريبا كده ناخد وقت راحة. ألو يا عماد. ازيك يا دكتور عاملين؟ أهلا بك يا أخويا عماد. اتفضل. ازي حضرتك يا دكتور زكريا؟ الله يخليك يا حماد. اهلا بيك. ربنا يبارككم. اتفضل. فعلا محتاجين الكتاب بيقول تغيروا عن شكلكم بتجديد اذهانكم. نعم. محتاجين الناس تغير فعلا فكرها وذهنها وتتجه وتحط عينيها وتثبت عينيها على المسيح. امين. حتى لما ارجع لكلمه الله يبقى انا بقرا الكتاب وعيني على المسيح هو الطريق والحق والحياه. حبيبي يا عمر. ليس احد ياتي الى الاب الا بي وبرضه يا اخ دكتور زكريا بنادي الناس بالرساله اللي ربنا مدهاني التوبه الحقيه مجرد ما بعلنها لازم اثق ان اسمي في سفر الحياه لان المسيح وعد من يقبل الي لا اخرجه خارجا. وابتدي اقاوم ابليس، كل موجع اقوم، لا تشمتي بي عدوتي، ان سقطت اقوم، علاقتي بالكنيسه والصلاه والكتاب المقدس، عيني على المسيح، هشهد للمسيح وهتكون لي رساله. انا كنت لذلك تكلمت. عمده ده انت خادم جميل بجد مش بجاملك. يعني واضح عمل الله في حياتك بجد استمتعت بال يعني قدرت في نص دقيقه تغطي حاجه كبيره. انا واجع على كده وعامل حاسه يا دكتور زكريا. ليه سلامتك؟ أنا من ثلاث سنين اتكسر معايا مفصل الركبة اتجادلت فيها مع رب المجد. حاليا من شهر ونص ابليس بيشتكي عليا اتكسرت تاني في نفس الرجل وبقول يا رب ماليش غيرك لو هعجز هخدمك واشهد عنك. لا تقوم بكل سلامة وهنصلي لك وانت شاهد امين للرب كلامك كله نعمة يا عماد. شكرا شكرا جزيلا. معلش ارجو من المشاهدين ناخد بس وقت كده نتكلم فيه متاسف مش هنقدر نجاوب كده ولا حتى العشر دقائق وبعدين ناخد تليفونات. اتفضل. نيجي بقى نعيد تاني السبع حاجات دول وندخل في الكلام العمل اللي طلبه الدكتور مايكل موسى. اتفضل. لماذا يتجدد الذهن؟ ايوه. لانه ده امر كتابي. طاعه لله. معرفه الله الله ومشيئته. نعرف حينما نتجدد بالذهن نعرف بالضبط. الله ومشيئته. لا يخدعنا العدو. ابليس ما يقدرش يخدعنا. معرفه غنى المسيح وقدرته. نعرف الغنى وقدره المسيح فنتغير. بالظبط. هسلك كغني وكشخص عندي قدره من الله. بعد كده الحرب مستمره. للانتصار على الحرب المستمره. وبعد كده لمعرفه الامور العظمى والثمينه. لمعرفه الامور العظمى والثمينه. والله يريدنا ناضجين في اذهاننا. ان اكون ناضج وليس طفل. بالظبط. لان تخيل طفل راجل كبير وبياكل اكل الطفل ويسلك سلوك الطفل يبقى ما تجددش ازاي؟ هيبقى وضع مرضي. دي حقيقة. اشكرك جدا. طيب ايه النقطة اللي بعد كده؟ النقطة بعد كده
ازاي الذهن يتجدد؟ وده اغلب اسئله المشاهد بالظبط. الموضوع هديك وقت ومش هتدخل من اي تليفونات عشان بس نوصل. زي ما قال الاخ بيتر لما شارك معنا من شويه ان الموضوع مش سهل، الموضوع صعب. صح، لانه تغيير افكار الانسان الموضوع مش امر سهل، مش امر هين. صح، يعني الموضوع مش اون واوف، لا ده بياخد وقت ومحتاج تدريب. فالموضوع يعني الموضوع شويه عامه اي تغيير الانسان صعب عليه بالظبط، ولا ولا سيما تغيير الافكار. يعني الرب يسوع المسيح ليه كل المجد اخذ مع التلاميذ 3 سنين وكسور علشان يغير افكار عندهم، بارادايم شيفت، علشان يغير الافكار بتاعتهم ونمط تفكيرهم. فالتغيير صعب لكن مش مستحيل، واللي يشجع ان الروح القدس جوانا ده اللي يفرق بقى التغيير في حياه المؤمن عن اي تغيير تاني. صحيح، يعني بره يقول لك اتغير ازاي، لكن الله ادانا شخص الروح القدس اللي ساكن في المؤمنين، فهو اللي بيدي قوه للتغيير. فاول حاجه في التغيير انه خلع الاكفان. يعني ايه خلع الاكفان؟ العازر بعد ما المسيح عومه من الموت قال حلوه ودعوه يذهب. فحلوه يعني حوشوا الأربطة، حوشوا الأكفان من عليه. فالإنسان يبقى عنده استعداد إنه يتخلى عن أي حاجة الله يشاور عليها إن هي غلط، يبقى عنده استعداد إن هو يسيب حتى الأفكار. تمام. وده اللي قاله بقى الجزء الثاني اللي احنا قرناه بتاع أفسس 4، أن تخلعوا من جهة التصرف السابق الإنسان العتيق الفاسد حسب شهواته الغرور، وتجددوا بروح ذهنكم. فأول حاجة شبه الذهن بإنسان له روح، إنسان له روح. فأول حاجة يبقى عندي استعداد، يا رب اللي هتشاور عليه أنا هعمله. تمام. لما صلي اختبرني يا الله وأعرف قلبي، امتحني وأعرف أفكاري، والله يشاور على حاجة غلط محتاجة تصحيح ما فصلش، لكن أطيع إلا الله يشاور عليه، أكون أنا يعني بطيع يا رب، واللي أنت شايفه واللي بتقول لي عليه أنا يا رب هعمله. دي سميتها خلع الكفن، خلع الأكفان. يعني محتاج يبقى عندي استعداد إنه أي حاجة الرب يشاور عليها بس إن هي غلط، بس ده دور بمساعدة الكنيسة والمؤمنين، لأنه قال المسيح كان يقدر يشيل الكفن من العازر، لكن هو اللي قال حلوه ودعوه. ما احنا هنيجي بقى الحاجه اللي هي بعد كده الشركه مع المؤمنين بتساعد في تجديد الذهن. فاول حاجه خلع الاكفان، تاني حاجه انه ما ينفعش اعيش زي ما كنت عايش قبل كده وبعايز ذهني يتجدد. لا وضح. يعني هو بيقول لهم في افسس 4 انه الناس كانت قبل الايمان بيسلكوا ببطلوا ذهنهم، يعني اسلموا انفسهم لكذا وكذا، انتوا ما ينفعش تكونوا زيهم. فلو انا عايز ذهني يتجدد ما ينفعش، يعني دي اساسيات، ما ينفعش اعيش زي ما كنت عايش قبل الايمان وعايز ذهني يتجدد، ما انا في حاجات كتيره غلط. فاول حاجه اخلع الاكفان، تاني حاجه ما ينفعش اكون عايش العيشه اللي كنت عايشها قبل الايمان واقول انا عايز ذهني يتجدد. الحاجه التانية يعني سوري مش فاهم يعني ايه ما ينفعش. طب ايه الجانب العملي في ما ينفعش دي؟ اخلعه ان كل التصرفات اللي كانت موجوده قبل الايمان ما ينفعش اكمل بيها. تمام. دي حاجه. الحاجه بقى الجوهريه في تغيير الذهن الجوهريه واللي بصراحه لمعت قدامي جدا، اللي هيجدد ذهني الكلمه. تمام. الكلمه، كلمه الله. اذا عملت اي حاجه عشان ذهنك يتجدد بس بعدت عن الكلمه مفيش تغيير هيحصل. ودي متهيألي أقوى، يعني أقوى حاجة. مفيش تغيير حقيقي بدون كلمة الله، مفيش ثمر حقيقي بدون كلمة الله. بس هنا مش أي قراية طبعا. لا أنا بتكلم، أنا كتبت عندي إن الموضوع محتاج مجهود. وإيه اللي نعمله مع كلمة الله؟ يعني كلمة الله نتأمل فيها، كلمة الله نحفظها، كلمة الله ندرسها. إذا عايز ذهني يتجدد بجد فلا بديل عن الحفظ والدراسة. تمام. اول ما في الحفظ والدراسه افهم انه اللي انا فيه ده غلط او في حاجه صح، احاول اجدد ذهني وافكر بالطريقه الكتابيه. بالظبط. فالاساس في تغيير الذهن كلمه الله.
يعني في جملة قريتها بتقول إنه الذهن المتجدد هو ذهن مشبع بكلمة الله وخاضع لسلطانها. صحيح. يعني no way إنه مفيش تجديد من غير كلمة الله. وكلمة الله يا جماعة، موضوع تغيير الذهن موضوع محتاج مجهود. قراية الكتاب ودراسته محتاج مجهود. محتاج إن أنا أضحي بوقت راحتي. محتاج إنه فعلا أكون ببذل مجهود في الموضوع. يعني التأمل شوية هيعزيني يشجعني، الحفظ هيفرق معايا شوية، لكن اللي هيبني ذهني ويفرق معايا إن أنا أدرس. أنا أفتكر يا دكتور إنه زمان سمعت منك إن وأنت في ثانوية عامة قريت الخمس كتب بتوع ما كنتوش ولخصتهم. صح. فأنت بذلت مجهود في كده. صح. وفرقوا معاك. فإذا هم أصفار موسى الخمسة. أصفار موسى الخمسة، الخمس كتب بتاع ما كنتوش. ودلوقتي في طرق كويسه، يعني مثلا في برنامج كل الكتاب فحصين وفحصين الكتب، دي برامج مفهرسه يعني من التكوين للرؤيه بالزبط. وبعدين بانوراما الكتاب، يعني في موجود على اليوتيوب على التلفزيون حاجات خلت الموضوع اسهل شويه. فاللي هيجدد ذهني بطريقه تفرق انه انا ادرس الكتاب. تمام. ادرس يعني مش بس تامل، لكن دراسة محتاجة بذل مجهود، محتاجة تضحية، محتاجة اجتهاد، محتاجة كمان ان انا ادفع فلوس، احيانا محتاجة اشتري كتب. صح. فهتكلف، لكن الطريق السهل انه خلاص انا هقرا اصحاح كل يوم وخلاص، ده ايوه هتسند. بس صراحة اللي مش بيدرس الكتاب بيخسر، مش علشان بس يوعظ بيه، يعني الواحد لما قاعد قدام الكتاب يعني حاجة شبع، دي حقيقة. مر الساعات صحيح مجهود، بس في متعة تنسيك المجهود. الواحد بيندم ان الوقت جه للغداء او للعشاء او للخروج. صدق الرب يشهد، دي حقيقة. يعني في ناس لانها وصلت احلى من العسل وقطرش. في ناس بقى يا اخ زكريا لما وصلت لان الموضوع ممتع، انا اعرف ناس معاصرين بيصحوا 4 الفجر علشان يقعدوا قدام الكتاب. صح. لأن هو تذوق أنه الموضوع ممتع، ده الله بيعلن لي عن فكره في الكتاب. أنا أعرف شاب حاليا عايش في بنسلفانيا، هو كان مؤمن ضعيف وسقط في بعض السقطات نتيجة لأنه ما كانش ذهنه متغير، فهو ليه حوالي سنة فعلا بيصحى 4 الفجر مع أنه شغله فيري هارد وورك في أمريكا. هو من أصل مصري، فعلا بيصحى 4 الفجر يقعد 3 ساعات يقرأ الكتاب ويدرس قبل ما يروح شغله. وبالتالي مراته وعياله حسوا بتغيير غير عادي. لازم يكون في تغيير. يعني الاخ اللي انا بكلمك عنه وانت بتسمعه انت مش عايزه يخلص، يعني انت مش عايزه يخلص. وبعدين ايات عاديه انت ممكن تكون بتقراها، هو لما بيقولها انت بتتذوقها بشكل مختلف. تمام. ليه؟ لانه هو ادى وقت وبذل جهد في الموضوع. وهقول حاجه يا اخ زكريا، انه لما الله يشوف الاخلاص جوه الانسان انه انا مخلص وعايز بجد ادرس الكتاب، ربنا هيفتح بصيرتي. طبعا زي ما فتح الذهنيه التلميذ عمواس. بالظبط بالظبط. وزي ما ربنا يعني خد فيلبس علشان يقابل الخصي، لما يشوف الله الاخلاص جوايا ان انا فعلا عايز ادرس كلمته وعايز اعرفه وعايز اقرب منه اكتر، عايز ذهني يتجدد، الله في 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 محبته وفي رحمته هيبدا يفتح ذهني ويخليني افهم اكتر. الذي له يعطى ويزاد. بالزبط. والذي عنده والذي له يعطى ويزاد. طيب معلش اخد كم تليفون سريع بس. وكم رسالة من فيسبوك قبل ما يمكن تكون دي اخر مشاركات. مينا كامل من الجيزة، اهلا بك يا مينا. الو الو، اهلا بك يا مينا. اخ زكريا ازي حضرتك؟ اهلا بك يا حبيبي. اهلا وسهلا بيك انت والاخ عوض. مينا انت غيرت البروفايل بيكشر بتاعت الفيسبوك عشان عوض النهارده على الهوا؟ صدقني ما كنتش اعرف. صدقني خدت بالي قبل الهوا. اتفضل. ما كانش يعرف. اوكي. انا بس كان عندي سؤال، لان الموضوع ده صعب جدا ومهم جدا جدا. صحيح. هو يعتبر الحياه كلها. صح. يعني انا لما اتبنى شويه افكار دي تبقى ذهني وذهني ينفذها بسلوك عملي فيعتبر دي حياتي. صحيح. انا لما اغير ذهني حياتي كلها تتغير. صح. ده شيء مهم جدا. السؤال عندي دلوقتي، انا ايه الدور اللي عليا؟ وده لسه عوض كان لسه بيتكلم فيه. وايه الدور اللي على ربنا؟ يعني في حاجات انا اقدر اغيرها، في حاجات انا مش اقدر اغيرها. الموضوع بيبقى صعب.
فنحتاج تدخل الله مباشرة فيها حتى علشان تتغير. طب وضع كلامك يا مينا، لانه يعني تخيل انه شخص مثلا، احنا بنتكلم عن قلنا مثلا انه درس الكتاب والوجود قدامه بيغير الذهن. تخيل شخص باخلاص شديد طلب ربنا افتح ذهني للكتاب وبدا يقرا، هل ربنا مش هياخد دوره؟ ولو ليك سؤال تاني وضح لي بس، لا عايز ابقى عرفت فهمت سؤالك، اتفضل. هو ربنا هياخد دوره، بس ساعات احنا يعني بنصعب الموضوع على نفسنا. تمام. يعني الموضوع بيبقى صعب علينا، يعني ممكن يكون السلوكي كمجتمع موضوع غيره، المنطقه اللي انا فيها، ساعات كمان طبعي نفسه بياخد دور ان انا مش عارف اتغير. صح. يعني في ناس تقول لك ده الطبع، والطبع ما بيتغيرش، او الطبع غلاب زي ما بيقولوا. صح. بس هل الله يقدر يغير ده كله؟ ولا انا ليا دور والله ليه دور؟ طبعا لازم يقدر، الله يقدر، بس لابد ان انا يعني الله مش هيقتحم ارادتي، لانه في البدايه عوض قال ان الذهن الفرق ما بين الحيوان والانسان. تمام. حبيبي يا مينا، شكرا جزيلا لمشاركتك يا غالي. بنت الرب بني سويف، اهلا بك يا بنت الرب. الو الو، اهلا بحضرتك. انا تدخل من بدري عشان الدكتور يستقبل المكالمات. احنا انت على الهوا يا بنت الرب، اتفضلي. انا زكريا الثوري معاك، اتفضلي. ماشي. كلميني من التليفون يا بنت الرب، اتفضلي. من التليفون. ايوه خلاص، عشان بس كلام التليفون. يا بس انا تعبانه بس استعدادي. حاضر. بخصوص ايه؟ تعبانه بخصوص ايه؟ بحس ببطني مرض وانتفاخ، ودايما بجد برجع من كتير قوي من زور كده، برجع زي السكينه كده، بفضل ارجع حاجتي خالص. بعض بجد مسجل من زور كل شويه كل دقيقه. انا معلش التليفون، ممكن تتكلمي بهدوء شويه؟ الخط مش واضح. قولي تاني يا بنت، قولي تاني. يعني تحسي بحاجه في زورك وكده. بجيب كتير. طيب انا بص يا بنت الرب، الرب يشفيكي جسديا وكمان يديكي شركه وعلاقه معاه. قولي امين. صلي معايا كده. يا رب يسوع، يا رب يسوع، انا بشكرك. لانك انت الطبيب الاعظم. يا رب تقابل معايا. يا رب تقابل معايا. وغطيني بدمك. غطيني ايه؟ بدمك. غطيني بدمك. وخلي صليبك قدامي باستمرار. يا رب سلمتك حياتي وبيتي. يا رب سلمتك حياتي وبيتي. امين. خليكي معايا، صلي يا اخي عوض لاجلها. يا رب انت تستطيع كل شيء. يا رب انت عارف كل حاجه، من فضلك اتدخل ومجد اسمك. ويا رب مجد اسمك في الامر. يا رب انت عندك شفاء جسدي وانت عندك شفاء روحي. يا رب اتدخل وليتمجد اسمك في هذا الامر. امين. امين. يمكن اخر مكالمه الاخ نسان من مني عشان وقتنا. اهلا بك يا اخ نسان. مساء الخير يا دكتور. اهلا بحضرتك. ازي حضرتك؟ نسان عطيه عزبه بطرس. طبعا بلديات، ما هو كله بطرس ومغاغه. عزبه بطرس ومغاغه خدت كل البرنامج النهارده. اتفضل. بمس على اخويا عوض. وزيك يا عوض، وحشني. وبروك دانيال يا حبيبي، ربنا يخليه لك. الله يبارك فيك يا اخ نسان، شكرا. وانا يا دكتور الرب انار ذهني في 89 على قد الاخ موريس موسى، كنت في ثانويه عامه. تمام. وكنت امر بمراحل ضعف، لكن اشكر الرب كان بيرد نفسي على طول يعني. تمام. وبرضه مش هيأس، وهدعيك على الهواء تاني مره، دعيتك في حلقه هاني مختار ومينا كمان عشان تيجي العيد، وبرضه وعدتني وما جيتش. صدقني مره كنت طالع على بلدكم يشهد الرب وانا في القطر، وانت عارف الرب راح موجهني المكان تاني بس في اقرب فرصه في اسمه. شكرا اخويا نسان من مغاغه، ربنا يبارك حياتك، شكرا جزيلا. اخد بعض الرسائل لاني وعدت الناس على الفيسبوك، الرسائل بعضها يعني كده. يوسف رشدي، يا رب يبارككم تكونوا شهاده وسبب بركه للجميع. امين يا اخويا يوسف. جانيت عياد بتقول النهارده مين معانا؟ يا ريت ابونا مكاري. اهلا بك يا دكتور زكريا. طيب جانيت ربي يباركك.
مجدي كمال صدراك، ده طبعا سرعنا سرعنا الوصيه اخي دكتور زكريا، اخي عوض، الرب يبارككم. هذه الحلقه بالاخص في هذه الايام التي يعمل فيها الشيطان بكل شراسه، يستهدف التشويش، يفسد اذهاننا عن البساطه التي في المسيح. الرب يساعدنا ان تستنير عيون اذهاننا. شكرا اخويا مجدي. سامح مليكة، أرجو الصلاة من أجل زوجتي، عندها التهاب في الأطراف في الأعصاب الطرفية السفلية حصل لها بعد الولادة، واسقين الرب يتمجد. آمين يا سامح، هنصلي لأجلها. صامويل كمال، ربنا يبارككم. أو كمال، حابب أقول على شيء مهم جدا، لأن يتجدد الذهن بعيد عن دائرة الحضور الإلهي. في دائرة الحضور الإلهي يتجدد الذهن والفكر والقلب. سؤال: كيف يتجدد الذهن وأنت بعيد عن علاقة مع الرب؟ من مهام الله في حياتي هو النقاء وتجديد ذهن تجاه أشياء كثيرة، لذا علينا أن نكون محصورين في الروحيات. آمين. دي أغلب الرسائل اللي جاتنا. كمل لنا، احنا تكلمنا عن حاجتين في كيفية تجديد الذهن. الحاجة الأولى أن أخلع السابق، وده هياخد مجهود، أني أسمح للرب أنه يخلع الكفن. وده أغلب الحاجات اللي قالك، زي مينا ما قال: إذا أنا مش عايز، إذا أنت مش عايز الله، مش يعني اللي مش هيشتغل إلا من خلال إرادتي. الحاجة التانية، الكتاب المقدس، وديت وقت كافي حضرتك دراستها، التأمل فيها، التأمل فيها، حفظها. تمام. وأنا أثناء قراية الكتاب هيبدأ الروح القدس بقى يجري عملية التغيير. تمام. ده هيتم عن طريق يا أخي زكريا الكلمة، وقلنا والوقت الهادي اللي بقضيه مع الكتاب. إحنا عايشين في عالم الريتم بتاعه سريع. تمام. وتطلبات الحياة كتيرة، الضغط كتير، فده بيجي على دايما بيجي على حساب علاقتنا بالرب. بس ده عشان يحصل محتاج ان انا ادي الموضوع وقت. حضرتك ذكرت هذا عن ودينا امثله الناس اللي بتصحى بدري. بالظبط، ادي الموضوع. واللي قلت اللي بيصحى بدري ده، انت لما يتكلم بتتمنى تسمعه. انا مش عايزه يخلص. تمام. انا مش حرفيا مش ببقى عايز يخلص. مثال جميل جدا. فهو الموضوع الكتاب والروح القدس هيعمل جوايا التغيير، بس الموضوع وده اللي كان مينا بيقول دور الله. بالظبط. الله يعني لما اقتربوا إلي أقترب إليكم. حلوة دي. يعني لما أنا أبدأ أروح يا رب ماذا تريد أن أفعل؟ قال روح هناك وأنا هقول لك تعمل لي بالضبط. فلما أنا أبدأ أخذ خطوة. حلوة الآية دي بتاعت رسالة يعقوب. اقتربوا إلي أقترب إليكم. بالضبط. مرات عايزين ربنا يقترب إلينا ويعرفنا مشيئته ويجد ذهننا وإحنا مش قريبين. ما هي مش كده. لا، وفي شرط. اقتربوا إلي. هو دايما قريب. بس احنا مش شايفين قربه الا لما نقرب. بالظبط. فلما انا ابدا اقرب ويبقى الكتاب مفتوح وانا ذهن هادي وقاعد مع الله وعايز الله بجد باخلاص بنسبه 1000000%، الله هيتكلم والروح القدس هيفتح عينيا وهيبدا يغير ذهني. دي الحاجه الاساسيه. يعني واحد بيقول انه مؤمن ومش قاعد قدام الكتاب ولا بيصلي ويقول لك انا ربنا ما غيرش ذهني، طب ما مش هيتغير ذهنك فعلا؟ لا، هيفضل زي ما هو، لأن هو مش قريب من الرب، وبالتالي مش قادر يحس ان الرب اقترب اليه. فهي يعني الحاجة الأساسية في التغيير انه الروح القدس بيستخدم كلمة الله علشان يغير ذهني. حاجة تاني احنا قلنا كمان التأمل فيها وحفظها ودراستها. الصلاة، وانا بصلي بتكلم مع الله. انا الصلاة والكتاب متلازمين. اصلي قارئا واقرا مصليا، هم جناحين لطائر. بعد كده بس وضح الصلاة ازاي زين يتغير في الصلاة. طبعا في عجالة لان وقتنا انه مش كرواتة. ايوه، يعني لا، يعني الامر برضو مرتبط بالوقت. يعني انا بصلي باخد وقتي قدام الله، بصلي مش بقول كلام، مش بقاتله صلوات. لا، مش بقاتله صلوات، وممكن يعني انتظر الله يكلمني. في جزء في الصلاة ان هو يتكلم. هلما نتحاجج يقول الرب. بس ده تدريب برضو، يعني عشان خاطر، بس هو ده مهم في تجديد الذهن. لو انا بس بدخل يا رب اذكر ولادي واذكر شغلي واذكر احتياجاتي الخ الخ، امين. مش مدتهوش وقت يرد علي يقول لي ماشي هعمل كده، بس روح اصطلح مع ابن عمك. فاحنا قلنا الكتاب والصلاة والروح القدس دول عوامل اساسية في التغيير. رقم 4، شركة المؤمنين. أنا في حياتي الشخصية في علاقات فرقت معايا. لما كنت طالب في ثانوي كان في علاقات بتساعد في تجديد ذهني. تمام. في الجامعة نفس الكلام، حتى بعد ما خلصت نفس الكلام، وإلى هذه اللحظة ما زالت في علاقات مع مؤمنين روحيين. لما بنقعد مع بعض بنضيف البعض، يعني دي بتفرق. مؤمنين روحيين دي بتساعد في تجديد الذهن. مزمور واحد. ط-
طوبى للرجل. لم يسلك لكن في ناموس مع اللي هو مع المؤمنين وفي ناموس رب مسرته فيكون كشجره مغروسه وهكذا. ومش اي مؤمنين، يعني في مؤمن تقعد معاه يجيبك لقدام، في مؤمنين تقضي وقت معاهم يعني احس ان انا الريتم بتاعي الروحانيين بتاعي. الروحانيين لما نقعد مع بعض وبنحكي هو عنده فكره بيضيفها لي فبتغير في حته. المسير الحكماء يصير حكيما. بالظبط كده. الحاجه رقم خمسة الاجتماعات الروحيه. الاجتماعات الروحيه، الله بيتكلم ليا، ممكن الله يعني اخ بيصلي بفكره تفتح عيني انا على حاجه 100% صح، ترنيمه بتترنم فيها فكره الله يغير حاجه عن يعني الروح القدس. واعظ يا ما كلمنا الله من خلال عظات كان الواعظ قصدني انا بس في الاجتماعات حتى وانا مؤمن. في الاجتماعات ينفع الله يستخدم حاجات كتير، كل مفردات الاجتماع علشان يتكلم معايا. ممكن من اخ يسلم عليا بعد الاجتماع، يعني في الاجتماعات الروحيه ازاي يسلم عليك هيقول لك ايه، يعني يشجعني انا مثلا رايح محبط فهو يقول لي انا ليا فتره ما شفتكش صح. انت كنت غايب فتفرق معايا صح. فعايز اقول انه الاجتماعات ما ينفعش انا عايز ذهني يتجدد وانا بعيد عن الشركه مع المؤمنين، بعيد عن الاجتماعات. حلوين دول. قولهمنا تاني يا اخ عون. قلنا استعداد لخلع الاكفان تمام. بعد كده قلنا الكتاب وعمل الروح القدس. وعمل الروح القدس ثلاثة. عمل الروح القدس. عمل الروح القدس رقم أربعة. شركة المؤمنين. خمسة الاجتماعات الروحية. ستة الصلاة. أنت قلت الصلاة. قلنا الصلاة مع الكتاب تمام. الحاجة اللي جت في بالي الكتب الروحية تمام. لما أرى كتب روحية لرجال الله استخدمهم، يعني لما بشوف حد كرس حياته تقصد كمان. انا طبعا الحكايه دي فرقت في حياتي جدا، السير الذاتيه للقديسين سواء من الكتاب المقدس لما تقرا حياه بولس وبطرس طبعا المسيح فوقهم ده المثال الاعظم وبولس وبطرس بولس قال تمثلوا به، او ناس معاصرين الرب استخدمهم في امور عظيمه. السير الذاتيه تقصد يعني واحد او واحده حط ايديه بين ايدين الله، فبشوف يعني ازاي الله قدر يستخدم انسان بهذا الشكل صح ورغم التحدي. فده بيضيف لي انا حاجه انه رغم التحديات رغم الظروف رغم قله الامكانيات الله يقدر يشتغل، الله يقدر يعمل. وفي كلمه سمعتها من الاخ عصام خليل قال ما تيأسوش من نعمه الله، يعني يعني ما فيش حاجه تقف قبال نعمه الله تمام. يقدر الله في نعمته يغير اقصى القلوب. فقرايه ال يعني حياه الرجال سير الذات اللي الله استخدمه وبشوف هم يعني ممكن يفرق معايا في قصه حد منهم ازاي كان بيدي اولويه للكتاب المقدس. الكتاب المقدس ازاي كان حريص على الوقت اللي بيقضيه مع الله اولويه اولى في حياته، فبتضيف لي انا حاجه صح. بتعلم على حاجه في حياتي انا صح. فده بتساعد من ضمن الحاجات اللي بتكون بتضيف لذهني انا تمام. يعني في بعض الرسائل بسرعة جديدة. منصور نصيب طلب الصلاة من أجل بيتي. ناردين عوني عايز أعرف كيف تفك قلنا تغيير الذهن. أخرمون فايز حنا رب يستخدمكم الحلقة لينير الذهن وهكذا. احنا بنشكر كل اللي تواصلوا معنا. تعد لنا في عجالة النقاط كيف يتجدد ذهني بس أنا قبل ما أتكلم عن كيف يتجدد الذهن أرجع أقول إن الموضوع تدريب يا أخي زكريا تمام. الموضوع مش مفتاح أنا هدوس عليه، لا ده دي سكة زي ما قال دكتور مايكل موسى، سكة أنا بمشيها، حاجات الله بيعلن لي عنها خطوات. طب أتعبك تقولهم لي تاني لأنه خلاص حاضر. إحنا قلنا أول حاجة خلع الأكفان تمام. قلنا الكتاب المقدس أتأمل فيه أحفظه تمام. أدرسه تمام. قلنا الصلاة. شركة المؤمنين الروحيين. الاجتماعات. قلنا بعد كده السير الذاتيه للاشخاص اللي الله استخدمهم، وايضا سماع اخبار عن عمل الله في عمل الله المكان. ودي حاله تدريب وده تدريب. طيب خلينا نرفع صلاه في عجاله لاجل كل الطلبات يا اخويا عوض علشان في الحلقه. اتفضل. يا رب بنشكرك بنعظمك لانه انت القادر ان تفعل اكثر جدا مما نطلب او نفتكر. يا رب بنشكرك لأجل كل كلمة قالت وإحنا واثقين إنه كلماتك لا تعود إليك فارغة يا رب، بل تنجح فيما أرسلتها لأجله. واثقين يا رب إن أنت ليك عمل وإنت أجريت وباركت وهتستخدم كمان الكلام ده بركة يا رب. يا رب إن إيديك كل نفس اتصلت
وبين ايديك كل نفس عندها مرض وعندها شكوى، انت الطبيب الشافي يا رب. بنسألك انك تداوي الارواح يا رب، انك تعالج ارواحهم، انك تدخل حياتهم، انك تقربهم منك، انك تجذبهم اليك يا رب، لانه ده الاهم يا رب، لانه ده الاهم، انه هم يعرفوك انت الاله الحي الحقيقي وحدك. كما نسألك ايضا ان تتمم مشيئتك في كل شخص مريض يا رب، يا تمم مشيئتك في هذا الامر من فضلك يا رب، تمم مشيئتك في هذا الامر يا رب، في امر كل اخ مريض. اذكر النفوس اللي حاولوا يتصلوا بينا وما اتصلوش، انت يا رب اللي تعرف توصل لهم، انت اللي تعرف يا رب ترد على اسئلتهم بطريقتك الخاصه، لانه انت تستطيع كل شيء ولا يعصر عليك ابدا اي امر. في كل المجد. امين. اخويا عوض، ممكن تبص الكاميرا دي وتوجه في دقيقه او دقيقه ونص رساله لكل مشاهد عن تجديد الذهن. كل مؤمن عنده أشواء أنه ذهنه يتجدد. الله بيحب الأشواء دي، والله بيقدرها جدا، والله بيتفاعل ويتعامل معاها. بس خليك عارف أنه السكة طويلة، وهي رحلة محتاجة صبر، محتاجة تدريب، محتاجة مجهود. بس اطمن أنت مش لوحدك، لأن روح الله الساكن فيك هيديك معونة، هيرفعك، هيشجعك، هياخد بإيدك باستمرار علشان تتغير. أنت مش لوحدك، فأطلب من الله أنه يكون بيكشف عن عينيك عشان تشوف الحاجات اللي الله عايز يغيرها في حياتك، ويبقى عندك يعني تكون بتتغير، تكون بتطيع لما الله يكون بيشاور على حاجة. ولما بتطيع في حاجة، الله هياخدك لليفل أعلى، ليفل أعلى، ليفل أعلى. ولما تتذوق حلاوة الطاعة، هتجتهد انك تطيع الله حتى وانت مغمض، والرب يبارك. امين. في نص دقيقه، اشخاص اللي لسه اساسا ما بداوش حياه مع الرب، فالشيطان عامي ذهنهم، تقول لهم ايه؟ الله، الحياه مع الرب يسوع والحياه مع الله حياه فيها فرح، فيها سلام، فيها متعه، مش هتلاقيها في اي حاجه في الدنيا، مش هتلاقيها في اي حاجه في الدنيا. الله بيدعوك وبيقول لك تعالى، تعالوا الي جميع المتعبين وثقلي الاحمال وانا اريحكم. مهما كانت حالتك، مهما كان وضعك، الله عنده علاج لكل حاجة أنت بتعاني منها. بس أنت حط ثقتك فيه، اقبله مخلص شخصي لحياتك، وانضم لجماعة مؤمنين وصلي، وهتشوف عجائب في حياتك الله بيجريها. حبيبي يا أخوي عوض عصام، شكرا جزيلا يا أبو دانيال على الحلقة الحلوة دي، وإن شاء الله تكون بداية لحلقات كثيرة أخرى. أمين. حبيبي المشاهدين، الوقت الحلو بيمر بسرعة، فحلقة النهاردة عن أهمية تجديد الذهن، حتى لو كنت ما فاتك منها حاجة هتلاقيها موجودة على اليوتيوب، وهتلاقيها موجودة على الفيسبوك، وهتعاد كمان هنا على قناة الكرمة. بشكركم جدا، وبصلي اني يوم بعد يوم نتغير عن شكلنا بتجديد أذهاننا، لعشان حتى على الأرض نكون مشابهين صورة المسيح. ربي يبارككم، إلى حلقة قادمة من برنامجكم نارا نورا.